لسه مكملين فقراتنا معاكم في برنامج استراحه. طبعا النهارده حلقه مميزه وفقره مميزه. زي ما الارض بتحتاج ميه عشان تروي الثمار، احنا كمان كجسم بنحتاج الاكل عشان يتبني كويس، والعقل السليم في الجسم السليم. عشان كده هيكون معانا النهارده فقره مهمه جدا ومفيده. بس قبل اي حاجه حابه ارحب بزميلتي ايمي. صباح الخير. ازيك يا زوز؟ صباح النور يا ايمي، عامله ايه؟ الحمد لله. وكالعاده صباح السعاده عليكم يا ساده. دايما في الفقره الثانيه بتجدد لقائنا مع ضيوفنا، والنهارده معانا دكتور ورده. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بيكي. صباح الخير يا دكتور ورد، يا ورده، ورده وياسمين النهارده معانا. صباح الخير يا دكتور ورده. صباح الخير يا دكتور ياسمين، النهارده معانا دكتور ياسمين عضو المجلس العلمي للادويه بالقاهره. مشرفينا انت ودكتور ورده النهارده جدا. اهلا بيكي. طيب بما اننا النهارده بقى معانا دكتور ورده، فمحتاجين نعرفها عن قرب، محتاجين بقى نعرف الكيان الكبير ده. تسلمي لي. اول حاجه طبعا انا مبسوطه بيكم جدا، ومبسوطه ان انتوا اصلا يعني بدا الاتجاه للحاجات الطبيعيه بالشكل ده، ومبسوطه بالوعي ده بصراحه. انا ورده فتحي ابراهيم، ماجستير حشرات اقتصاديه، تخصص نحل. عاشقه النحل يا دكتور. عاشقه النحل، انا فعلا عاشقه النحل، وباحثة في مجال الطب التكميلي حجامة وسم نحل، وخبير التجميل الطبيعي منتجات النحل طبعا. طب حضرتك يا دكتور بقالك كام سنة في مجال النحل؟ لا بقالي يعني أنا يجيلي 10 سنين كده يعني، وإن شاء الله لغاية آخر عمري بجد. حابة بس كده أوجه سؤال لدكتور ورد، قبلها أقول آية قرآنية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبعا حضرتك من عريش ومنورانا النهارده. عايزه بس كده اهم المشكلات الطبيه اللي بيعالجها منتجات النحل. انا اتكلم عن الموضوع ده. النحل ثبت نفسه في يعني في كافه المجالات، في كافه الامراض يعني، الحمد لله. مش هنقول كافه طبعا يعني، اغلب الامراض اللي هي بتقابل، سواء هنتكلم عن العسل مثلا، انا كأم يعني، انا قبل ما ابقى حتى اتجه الاتجاه ده، انا كان بنتي لما يجيلها احتقان كنت على طول اديها العسل بالليمون، اديها اعشاب بالليمون. يعني استخدمتي اللدغ مع اطفالك؟ لدغ النحل؟ اللدغ لا، انا استخدمته بس ك يعني كماده تجميليه، لكن اللدغ نفسه لا الحمد لله ما احتجتش لكده يعني. لكن بس استخدمت انا استخدمته مع حالات تانية بصراحه يعني، جاب نتائج فعاله ونتائج جميلة. جميله، نتائج رائعه يعني. لو نتكلم مثلا عن لدغ النحل، لدغ النحل عالج امراض زي الام اس يعني، ما شاء الله الام اس عامل بدا انتشاره بطريقه. لان طبعا ده جهاز يا جماعه، الام اس جهاز المناعه بالظبط. هو بيشتغل ميزه بقى منتجات النحل ان هي بتشتغل على جهاز المناعه، وخصوصا سم النحل. سم النحل بيدخل على جهاز المناعه بيعمل له تظبيط، لا بيقوي طبعا، اذا قوي جهاز المناعه ده هيبدا يهاجم الجسم نفسه. بالظبط. ومن النحل بقى يخليني ارجع اقول لحضرتك، حضرتك النحل اثر فيكي على ايه؟ يعني اثر في دكتور ورده بايه؟ النحل كتير كتير النحل. كتير. اذا هتكلم على الجانب الشخصي، انا شخصيتي اتاثرت جدا بالنحل يعني، الالتزام، المثابره، النظام. اذا هتكلم على الجانب العملي، انا يعني النحل خلاني اعرف ازاي اظبط اولوياتي، ازاي اتفانى في عملي. اذا على الجانب بقى الطبي، ازاي ان انا ما استخدمش كيميكال في اي حاجه مثلا، او اي عارض مرضي يجي لي او يجي لاولادي او للمحاطين بيا. على الجانب التجميلي خلاني اتطرق بقى لاستخدامه فعلا في منتجات التجميل. طب هو في مشاكل بيعالجها النحل يعني؟ بيعالج مشاكل مثلا؟ اصل انا بحب التجميل قوي. وانا تحت امرك طبعا. فممكن النحل يعالج مثلا مشاكل البشره بقى، تجاعيد، حبوب؟ الحبوب دي يعني اغلبنا ممكن يكون بيعالج مشكله الجلد. انت عارفه منتجات النحل من اعظم المنتجات اللي ممكن تعالج الحبوب، وخاصه اي حاجه بيبقى فيها بكتيريا او فطريات، لانه انتي بكتيريا قوي جدا.
جدا جدا. اذا هنتطرق مثلا لموضوع التجاعيد، موضوع التجاعيد ده يعني منتجات النحل بتخلي شباب دائم فعلا للبشره. خلينا ندخل في تفاصيل شويه. تحت امرك. بصي يا ستي، موضوع التجاعيد منتجات النحل ان هي بتعمل تجديد للبشره، فبتخلي الخلايا بتاعه البشره تتجدد باستمرار، فبالتالي البشره تفضل شباب. ده من ناحيه بالظبط طبيعي، مفيش كيمياء بتدخل للجلد ابدا، بالعكس. كتيره دلوقتي بتجري ورا الحاجات اللي الاسم المشهور بس يديني حاجه وياخد مني حاجات. بالظبط ده للاسف. بس انا مبسوطه جدا جدا يا جماعه ان الناس بقى عندها الوعي ده فعلا. الناس فعلا دلوقتي بقت تلجأ للحاجات الطبيعيه، والخلطات والعطار والحاجات دي فعلا، وتبقى مقدره يعني ايه حاجه طبيعيه. ودي حاجة أنا يعني فعلا أنا قبل ما بنشر مثلا منتجاتي أنا بنشر الوعي في العلاج بمنتجات النحل ككل الصحي والتجميلي كمان. عايزين نرجع صح أكتر لثقافة التجميل الطبي اللي قايم على العلاجات الطبيعية تماما. تمام. طيب منتجات حضرتك بقى، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الحاجات اللي بتعملها منتجات النحل؟ بص يا ستي، انا هي صاحبه شركه تجميليه بي سكير لجمالك من خليه النحل. شعارنا اغسلي وشك وخرجي. بجد بجد منتجات النحل ساحره فعلا، يعني بتخلي انت هتستغني عن كل منتجات التجميل. تمام. والحمد لله يعني انا مستغنيه عنها تماما يعني بفضل ما شاء الله. الله انت تسلمي لي. ما شاء الله الامر، ربنا يحفظك. طب وريني حضرتك ايه المنتجات. طيب اذا هنبتدي، انا اولا عامله كورس كامل متكامل للبشره. من اذا هنبدا بسكراب العسل وزيت الترمس، ده اول خطوه. ليه يعني في كورس النحل في كورس البشره ان احنا بننظف بشرتنا اول خطوه، عشان بعد كده اذا هنحط عليها حاجه المسام تكون نطفت والجلد الميت والكلام ده كله. سكراب العسل وزيت الترمس، العسل وما ادراكي ما العسل، ترطيب يعني هينظف في نفس الوقت مش هيشقق بشرتنا وهيخلي بشرتنا رطيبه. غير كده زي الزيوت الطبيعيه بستخدمه بشكل امن يا دكتور يوميا. امن جدا 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 يوميا يوميا. والنتيجه بقى، عشان انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اكيد بعد كلام حضرتك ده البنات هتتخلى ممكن على الميك اب شويه، بس اكيد هيتخلوا واحده واحده. تمام. ولا هو نتيجته اسرع فبالتالي خلاص بقى نرمي شغل ده بقى ده. اللي بيميز منتجات النحل ان هي بتدي نتيجه سريعه. طيب. ما بتتخيليش النتيجه ديت ازاي. يعني انا نفسي لما يعني توجهت للمجال ده انا كنت عارفه ان هي هتجيب نتيجه حلوه مع الناس، بس بالطريقه دي بجد يعني ما تخيلتش بصراحه. هو احنا معانا مداخله للاسف يا دكتور، يعني الناس كلها يعني اكيد عايزه تستفاد من خبرتك. اكيد طبعا. الو الو، ايوه ازيك يا يارا، ازاي حضرتك؟ تمام. انا بس ممكن دكتوره ورده؟ طبعا. اهلا بيكي يا يارا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بس كان عندي استفسار. اتفضلي. انا وشي بيبان عليه تجاعيد الى حد ما شويه. تمام. طبعا حضرتك كنت بتتكلمي عن نضاره البشره والعسل والحاجات دي. أيوة. انا يمكن ما جربتش موضوع العسل خالص على البشره. تمام. جربت بذور التربس والحاجات دي كلها والمقاط والحاجات دي، بس يعني يمكن ما جابتش نتيجه الى حد ما. فهل ممكن العسل يفيدني في حاجه زي دي؟ بصي يا ستي، من يعني خسرت كتير ان انت ما جربتيش حاجات النحل بجد. حاجات النحل بتدي نضاره، ميزتها بقى ان هي مضاد للاكسده قوي جدا. يعني ايه اكسده؟ عايزه اقول لك الاكسده دي بتخلي الجلد نفسه الخلايا بتاعت الجلد تتلف، فهو بيحافظ على الخلايا من التلف، فده بيخلي الشباب الدائم بجد مع منتجات النحل للبشره. إيه بيحفز انتاج الكولاجين، فبالتالي التجاعيد والكلام ده كله يعني وبعدين كله طبيعي. بالظبط بالظبط. يعني بصي اسوأ احتمال انه اذا ما نفعنيش مش هيضر. مش هيضر. بالظبط. تمام. انا ممكن اتواصل مع حضرتك يعني بعد الحلقه واشوف المنتجات. تحت امرك طبعا، تحت امرك. وعايزه اشكر دكتوره ياسمين، يعني بتبقى موجوده كل حلقه بستفاد منها كتير قوي. ميرسي حبيبتي، شكرا. انا قلت لك المداخلات كلنا بنستفاد منها. ميرسي يا يارا، ودايما كده معانا منوره. تسلمي. ميرسي. طب يا دكتور، تحبي بقى تنصحي من المنتجات دي كبدايه؟ خلينا انا كنت حابه بس ان احنا نتكلم عن كورس ال
يعني اهو نشوف انت ممكن تنصحيهم بايه لو هيبتدوا بقى يتخلوا عن الميك اب بقى ويستخدموا منتجات خطوه خطوه. ان شاء الله هيتخلوا. ان شاء الله. بصي يا ستي، الكورس قلنا هنبدا بتنظيف بشرتنا. عامله سكراب بالعسل وزيت الترمس، رائع رائع بجد، بيدي نضاره ونور. وغير كده الزيوت كمان اللي محطوط عليه، وزيوت زي زيت الترمس وزيت الليمون، فتح البشره بطريقه رائعه. بالظبط، ايوه بالظبط، يعني حتى ريحته طبيعيه وجميله. وفيتامين سي طبعا، ملمسه عايزه اقول لك لوشن مش كريم بس، يعني بيدي ترطيب. يعني مش محتاج ان احنا نغسل بعد كده وشنا او حاجه؟ لا احنا لازم نغسل وشنا بس، مش هنحتاج ان احنا نرطب بعده. تمام، اللي هو غني بالترطيب. غني فعلا بالترطيب وبيدي مرونه للجلد، غير بقى تنظيف الجلد. تاني منتج معانا تغذيه مضاعفه بالفيتامينز والمعادن للبشره اللي احنا بنفقدها بقى من الشمس. طبيعه الاكل بصراحه، في شكل سيروم ولا في شكل كريم؟ لا في شكل كريم، بس كريم خفيف جدا، يعني سهل الامتصاص. ما هي سهل الامتصاص جدا او في الحر بالظبط. وكمان انا دايما بقول، يعني لما اجي اتكلم مع المراه عموما بقول لها انت اكتر واحده درايه ببشرتك. طيب. هحط طبقه تخينه من الكريم، هحط طبقه صغنونه وافردها، بشرتي هتحتاج ايه؟ كل واحده عارفه بشرتها بتحتاج ايه. بالظبط، احساسك ببشرتك. لازم يا جماعه يبقى عندنا سنس عالي ببشرتنا وبصحتنا. صح. تمام؟ دايما هنجمل بره نجمل جوه ونهتم. بالظبط. بقى قليل فعلا، يعني طريقه اكلنا فعلا ما بقتش صحيه قوي اغلب الناس، عشان كده محتاجين بقى الاكل اللي يعوض. الكريم حبيبات اللقاح والجليسرين، ده غني بحبيبات اللقاح اللي هي مالتي فيتامينز اصلا للبشره. طبعا انا هختصر عشان وقت البرنامج. لا لا حضرتك المكالمات ما شاء الله. ثالث خطوه كريم الترطيب الفائق، ده بيعوض الفاقد من الرطوبه اللي بشرتنا محتاجاه. طبعا احنا ما اعتقد استفيد بيه يا دكتور عن الكريم الليلي. لا ايه ده ترطيب الكريم الليلي بيبقى اكتر انه بيعمل تجديد للخلايا. بالظبط، وده انا فعلا عاملاه ومستعينه كمان بغذاء ملكات النحل. تمام. تمام. كريم الترطيب الفائق ده نهاري، امتصاصه عالي وفي الشتاء بس يعني هو ايه عارفه بيدخل جوه الخلايا مش تجديد، بيحافظ على الرطوبه بتاعتها وبيعوض الفاقد من الرطوبه عشان الخلايا نفسها ما تكرمش. اتفضلي. والله انا حابه اسمعك قوي، بس الناس يعني بتتهافت على حضرتك. معانا مروه. ازيك يا مروه؟ الو، كده حتى الاطفال كمان. عسل بقى، عسل ونحل والموضوع جذاب النهارده. ازيك يا مروه؟ معاكي دكتور ورده. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور، هل الهالات السوداء ممكن عسل النحل فيها؟ عايزه اقول لك الحمد لله، وده يعني فعلا استخدمته وجاب نتائج جميله جدا جدا. العسل وكمان حبوب اللقاح، ليه؟ اوقات الهالات بتبقى سببها يعني سوء تغذيه او نقص فيتامينز ومعادن، فانا بصراحه بستخدم بروتوكول كده علاجي منتجات النحل، في ان احنا بنعالج من جوه وبنعالج من بره. الهالات ممكن يكون المسبب ليها سوء تغذيه او انيميا، وممكن يكون مسبب ليها عدد غلط القولون. يا جماعه القولون. تمام. فانا لما اجي اتعامل مع الهالات اولا يعني بحب دايما اتكلم مع الناس واعرف المشكله اللي عندها ايه. فبنبدا لو في انيميا بندي تركيبه من الغذاء الملكي والعسل وحبوب اللقاح لتعالج الانيميا دي. يعني افهم من كده يا دكتور ان انت بتدي جرعات علاجيه بشكل مخفف؟ خلينا نقول تغذيه. خلينا نقول تغذيه. يعني طبعا بعد يعني انا عايزه بس اسلط الضوء على حته، بعد الاستعانه بالطبيب. انا دايما بقول يا جماعه انا مش طبيبه، انت هتشخصي حالتك عند الطبيب. تمام. واحنا ممكن نساعد. نساعد يعني لا يغنينا ابدا عن الطبيب. ما هو الدكتور حضرتك بقى الطب التكميلي، ان احنا بنكمل دورنا. بالظبط، بنكمل بقى. برافو عليكي. فيعني معانا برضو لسه في عرض ما كملناش عليه. لسه في منتجات. خليني اكمل بس سؤال مروه. الجانب الثاني بقى بنستخدم السيروم حوالين العين. تمام. بالهارلونيك اسيد وزيت القهوه الرائع للهالات والانتفاخات. انت عامله هيلورونيك اسيد مع زيت قهوه؟ ايوه، ومع فيتامين سي كبيره قوي. دي اخر صيحه. الهيلورونيك اسيد بكل جزء منه بيختلط ب 100 جزء ميه، فمعناه ان طول الوقت جسم بشرتي طريه ورطبه وغير قابله للتجاعيد بقى. تجاعيد، خطوط دقيقه، وما شاء الله
سريع. ما هو هيلورونيك اسيد يعني ده وهم بقى، ده كده سحر. ده معاه القهوه تقريبا حاجه زيت القهوه. زيت القهوه بالظبط. طيب نكمل الكلام عن المنتجات. هتبقى بعد كده الكورس الليلي بتاعنا اللي هو السيرم اللي احنا قلنا عليه حوالين العين. طبعا بنحط السيرم، نعمل طبطبه طبعا، ايوه عشان نشط التدفق الدم في المنطقه دي. كمان معانا كريم الغذائي الملكي للبشره بقى ككل، بيعمل تجديد الخلايا بتاعه البشره، بيحفز انتاج الكولاجين، بيشد البشره بطريقه رائعه. يعني عايزه اقول لك كمان مستخدمه معايا زيت وخلاصه لبان الذكر الرائع. انا اعرف ان لبان الذكر يعني بيخليكي تتلاشي التجاعيد، صح كده؟ بالظبط، بيشد البشره، بيعمل تجديد. لا رائع رائع بجد. على فكره هو كمان ميزه لبان الذكر ان هو وانس ان انت حطيتيه بتلاقي الافكت بتاعه فورا. وغذاء الملكي كذلك ده فعلا. اخر حاجه بقى الديودرنت. الديودرنت بتاعي عايزه اقول لك احنا الماده الفعاله في البروبليس. البروبليس دي ماده انتي بكتيريال قويه جدا. النحل يعني بيجمعها من الاشجار، بعدين بيضيف عليها السر الالهي سبحان الله. بعدين دي الماده الفعاله بتقضي على البكتيريا او الفطريات المسببه لريحه العرق. وطبعا عليه زيوت تانية. بقدر استغنى طبعا عن اي كيميكالز تانية باستخدام الديودرنت. بالظبط بالظبط. طب ودي حاجه بتهمني، ويا جماعه طبعا هو ما فيهوش المونيوم هيدروكسيد اللي هو بيسبب الكانسرز والبريست كانسرز. كل الستات دلوقتي بنشتكي منها، بنحافظ على نفسنا منها من عمر صغير. بالظبط. بسال بقى سؤال كاني واحده لسه هستخدمه، الاستمراريه بيقعد قد ايه؟ إيه والله بصي، الكلمه دي والسؤال ده بيجي لي كتير يا جماعه. كل كيس غير التانية، يعني انت ممكن استجابتك تكون سريعه، حاله تانية يبقى استجابتها شويه، ممكن حاله في يعني نادرا ما تستجبش خالص. يعني احنا خلينا نبقى واضحين وسرعه، يعني انا بحب دايما ما بعش وهم. لا في حالات بتستجيب بسرعه فائقه والحمد لله، دي اغلب الحالات. تمام، يعني مفعول وسريع. ايوه مفعول وسريع. في بقى يعني الاطفال لو استخدموا المنتجات دي مثلا امن تماما. امن تماما، لان كلها حاجات طبيعيه. بس انا عايزه اقول برضو حته، ان دايما اي منتج نستخدمه سواء منتجات النحل سواء منتجات من الصيدليه سواء خلطه عملتيها في البيت، لازم نعمل تيست على بشرتنا. تمام. عشان طبعا في بعض الناس بيبقى ليها مكون ممكنات اي خلطه ممكن تعملها حساسيه، فاحنا لازم نتفادى ده ونبقى عندنا وعي بالموضوع. ليمون زيت او ليمون كخلطه؟ بالظبط، الليمون اهو يعني هو منتج طبيعي. بالظبط. افهم من كده دكتور ورده انه احنا بنتكلم في اقل حاجه، مش هنقول زيرو او مينيمايز خالص الحساسيه ومينيمايز خالص السايد افكتس، ما عنديش اثر جانبيه. النقطه اللي حابه اسال عنها، اقدر استخدمه لفترات طويله واستغنى بيه عن حاجات تانية؟ اتفقنا انه تمام. طيب هل في مده صلاحيه للمنتجات دي بتفضلي تحطيها؟ احنا عارفين طبعا ان الفراعنه من زمان كانوا بيحفظوا اصلا الموميات بالعسل، فطبعا اكيد يعني دي حاجه بتفيد بقى، لان البنات بيشتروا حاجات كتير فما بيبقوش عايزين الحاجه اكسباير بسرعه. الاكسباير ديت بقى سؤال جميل. بصي يا ستي، اولا فعلا منتجات النحل انتي بكتيريال قوي جدا، بتحافظ على نفسها بنفسها، بس ما تختلطش بميه عشان ما يحصلش مثلا العسل يحصل له تخمر او الكلام ده كله. وتبعد طبعا عن درجات الحراره العاليه. تمام. في منتجات بتبقى شويه يعني الاكسبارت بتاعها طويل عن منتجات تانية، فطبعا لازم نحافظ عليها في بعيد عن الحراره وبعيد عن الرطوبه. تمام تمام. طب بالنسبه للشعر بقى، ممكن يعني انت عارفه طبعا مشاكل الشعر اللي فاتت دي بقى اكتر، الناس بتيجي لي طلبات تسال عن المواضيع دي. طب فانا محتاجه بقى اعرف من دكتور ورده ايه ممكن بالعسل نعمله للشعر، ومن دكتور ياسمين ممكن ايه الاكل اللي يساعدنا شويه في ان الشعر صحته تبقى احسن. انت على فكره تطرقتي للموضوع الاساسيين اللي احنا فعلا الاكل. لان مشكله الشعر بتبقى فعلا اكله، دي طبعا دكتور سمية هتفيدنا بيها. طيب ممكن الحاجات تساعدنا يعني هو نتفادى يعني شويه، هو زرعه ولازم نهتم بيه عشان نشوفها. طبعا احنا اتفقنا ان شعر المراه هو تاج المراه. أكيد. تمام اكيد. طيب في نصيحه اقولها لكل بنت، انه انت بتاكلي ايه هينعكس على شعرك وبشرتك. قبل ما الجا للطبيب، لو في حاله مرضيه تساقط مرضي بشكل هستيري، احنا مسموح لنا لحد من 100 ل 150 شعريه في اليوم تقع من شعرنا. طيب حصل فجاه جفاف شديد، تقصف شديد، تساقط شديد، بلجأ للطبيب. غير كده انصح كل البنات طبعا ان هم ياخدوا فيتامينز مناسب ليهم.
فيتامينز بسيطه، ويلجأوا بقى للحاجات الطبيعيه، الفاكهه، الخضار، طبق السلطه، نبعد الفاست فودز بقى، بنات الحلوين اللي على طول البرجرز والسوسيس والكلام دي مش هقول ما ناكلش، بس مره في الاسبوع او مرتين ماكسيمم. بعد كده مامي بقى عامله في البيت غدا بسله ولا عامله جزر ولا ناكل يا جماعه اكل البيت، نرجع ناكل هتلاقي شعرك بقى زي الفل. تمام. وطبعا في نصيحه بحب اقولها يعني، وعايزه اسال ورده عنها، انه انا معلقه عسل مع معلقه الشامبو بغسل بيها شعري انا بتدي نتيجه هايله. ايه رايك؟ ده فعلا ده فعلا ده فعلا العسل طبعا بيرطب الشعر. يعني ايه ترطيب؟ يعني ما فيش تقصف، يعني بيدي مرونه للشعرايه، الشعرايه بتبقى فيها حيويه. العسل بس مش بس ترطيب، العسل كمان غني جدا بالمعادن، غني جدا بالعناصر الغذائيه المفيده، طبعا بروتينات في التساقط جدا جدا جدا. يعني انا فعلا يعني زي ما قالت الدكتور ياسمين، انا لما باجي حد بيقول لي تساقط اقول له ايه لي الهيموجلوبين بتاعك ايه، شوف لي اعمل لي تحليل لو موضوع انيميا. انا بدي فعلا تركيبه طبعا غنيه جدا بالفيتامينز والمعادن وجرعه حديد كده في الدم من العسل طبعا وحبوب اللقاح والحاجات دي، وكمان بدي بقى كورس للشعر برضو عباره عن شامبو طبيعي، كمان حمام كريم غني بحبوبات اللقاح المغذيه جدا للشعر، كمان يعني كلها برودكتس ومنتجات طبيعيه. بالظبط، كلها منتجات طبيعيه ومن خليه النحل يعني. كورس الشعر بيقعد قد ايه؟ كورس الشعر كورس الشعر لا بيقعد يعني حسب طبعا طول الشعر وحسب انت قصدك النتائج بتطلع. والله الحمد لله الحمد لله، يعني اغلب الناس بتصل يعني نتائج ده شرف ليا طبعا. كل البنات كل البنات دلوقتي حضرتك وانت بتعرضي المنتجات اتكلمتي عن منتجات غذائي الملكات. عايزه بقى افهم غذائي الملكات بيفيد في ايه داخليا وخارجيا للبشره ولينا. بصي ايه غذائي الملكات، يعني لو هنتكلم عن الامراض اللي بيعالجها او اول مشكله علاج داخل، يعني مش هنقول علاج كامل يعني، بس جاب نتائج رائعه في علاج العقم وتنشيط التبويض عند النساء والرجال، تنشيط كمان القدرة عند الرجال والنساء. طبعا حلم الأمومة ده يعني في ناس فعلا ده حبل النجاة وطوق النجاة بجد ليهم. وعايزة برضو يعني أستغل اللقاء الجميل ده، والحجامة يا جماعة، الحجامة أو الحجامة زي ما سنة على رسول. بالظبط، سنة على رسول، ومع منتجات العسل سحر ليه، خصوصا تاخر الحمل ومشاكل الحمل والكلام ده كمان. يعني طبعا الغذاء الملكي مضاد بكتيري قوي، فاذا هنتكلم بقى عن الامراض اللي هيعالجها جوه مش يعني امراض كتير. بس اخر سؤال بقى يهمني ان انا اساله الدكتوره ورده قبل بقى ما اخلص كلامها. اتفضلي. انا عايزه اقول لكم طبعا ان والله الوقت معاكم بيبقى حلو جدا ويعدي بسرعه اكتر، بس عايزه اقول ان فعلا عايزه اقول فعلا ان الصحه مهمه جدا. فمعاكي سؤالي يا دكتور ياسمين. انا بس محتاجاها من كتر المداخلات والمكالمات والاسئله، انا محتاجه عروض للمشاهدين بتوع الصحه والجمال بالنسبه للبرودكتس بتاعتك يا دكتور. بصي بما اننا انا طبعا يعني مشاهدينكم ومشاهدينا ان شاء الله هيبقى ليهم عروض حلوه، وخصوصا ان احنا داخلين اصلا على يوم الام بالظبط، فانا عامله عرض على كورس البشره يعني، ودي اجمل حاجه اظن اي حد يهادي فيها والدته كبار السن اكيد يا جماعه. يعني عايزه اقول لك طبعا تجاعيد والكلام كل ده كله، كل بنوته تجيب لمامتها بقى لو سمحت. انا عامله خصم 20% على الكورس، وكمان كورس الشعر برضو يعني هيبقى عليه نفس الخصم ان شاء الله. ميرسي ليكي يا دكتور ورده، ونورتينا وسعدنا بيكي وسعدنا باللقاء. انا فعلا سعدت بيكي وكان لقاء جميل وشرفت بيكم فعلا. والله احنا شرفنا بيكم جدا دكتور ياسمين ودكتور ورده. عايزه اقول ان زي ما الصحه ثروه الانسان العاقل، فطبعا حافظ على صحتك لان هي الوساده الناعمه اللي هتستند عليها وقت ايام الشيخوخه. طبعا مبسوطه معاكم جدا وكان وقت لطيف قوي، ومعاكي بقى يا ام الدنيا. بشكرك يا سمر، بشكرك يا دكتور ياسمين، بشكرك يا دكتور ورده، وان شاء الله باذن الله حلقات جديده كتيره ما بيننا ان شاء الله باذن الله.
وزي ما اتحوتنا من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه.